هلا والله. اليوم معانا فتح صندوق اللعبة، فتح برميل للعبة مترو إكسودوس، اللي هذا البرميل زي ما تشوفون فعلا برميل حقيقي يعني صاير. لعبة مترو إكسودوس تعتبر الجزء الثالث في سلسلة ألعاب مترو. طبعا زي ما تشوفون حاطين تفاصيل ستيكر، هي صايرة بس صار تفاصيل كأنه فعلا برميل. هذا فوق في عندكم ساعة مؤشر، فينا يقول لك كلام بالروسي الظاهر معناته أن محتويات خطيرة ما أدري. فخلنا نفكه ونشوف فيه. طبعا نفك هذه كذا بعدين نلف ذا ونفكه. أول شيء لاحظة فحطي لك في البرميل لغم زي ما تشوفون، هذا اللغم يا ساتر، هذا اللغم يا ليش نفتح برميل قبل اللغم؟ أول شيء حطي لك لغم. طبعا اللغم هذا خلنا نشوف إيش فيه داخله. وش ذا؟ في ظرف بني، نشوف إيش فيه داخله. أوكي في صور، في صور من معالم، حطي لك برج إيفل وورا في كلام بالروسي ما ادري ايش مكتوب، بس حطي لك معالم برج إيفل لندن وزي كذا، يعني معالم داخل اللعبة شكلها امريكا. كنا واحد راح ذكريات، كنا واحد راح رحلة وقاعد يجيب لك صور من عنده. والحاجة الثانية اللي عندنا فيها برضه ظرف ثاني صغير، هاي شو اسمها، طلع فيه اثنين امبلم زي ما تشوفون، هذه من علي تحطها في ملابسك زي كذا تخيطها، ما ادري ما اعرف شلون صراحه فكرتها، بس انه انت عرفت الشكل هذه زي الامبلم صايره. وفي حاجه صغيره هذه كانها قلاده، ايوه دوغ تاك خلينا نقول حقت، حط لك شعار اللعبه وكلمه برضه روسيه ما ادري ايش مكتوب، بس صراحه كويسه ثقيله يعني تحسها فخمه. طيب خلينا نشوف عندنا بعد غيره، بعدين نشوف اللعبه. هذه اللعبه نسخه ليميتد اديشن اورورا، خليك لكم عن النسخ بعد شوي، بس خلينا نركز على الصندوق ونرجع لكم حق النسخ الالعاب واذكر لكم ايش انواعها واسعارها. اوكي هذا الزبده الاساس اللي بالصندوق، طبعا الصندوق الحين فاضي ما في شيء، هذا الاساس اللي الصندوق مسوينا عشانه. خلينا نشوف شو هذا. اوكي طبعا من شكله تعرفون ايش هو، فقر زي ما تشوفون، خلينا نفكه نشوفه. زي ما تشوفون طلع مع فقر جدا تفاصيله ممتازة حق واحد من الشخصيات اللي في اللعبة يمكن، وفي وحش وراي بيدخل وقاعد يحاول يقفل الباب. الأكثر شيء لاحظته رهيب زي ما تشوفون عندكم نفس القناع حقه، في أو الماسك حقه في زي كذا ضباب عليه، أصل اللعبة هذه ميزتها أنك الضباب حق عيونك يجيها زي الضباب تقدر تمسحها كل فترة فترة، فالماسك جدا مهم في اللعبة. فتقدر تشوفه من قدام زي ما تشوفه أو من ورا، خلينا نقول شوفوا كيف الباب هذا هو، أو من قدام تشوفون الرجال قاعد يحاول يسده. وعندكم تحت هنا في لغم صغير، ومو بس كذا طبعا يجي معه رشاش برضه ثقيل، اوكي والله ما توقعت بيكون ثقيل، او شوتجن، هذا شوتجن خلينا نقول، بس ما تقدر تحطه، ما في مكان تحطه فيه صراحه، فاتوقع يمكن تحطه بلط. وعندكم تعلقون عليه البايونكل كار، اسمه انجليزي بايونكل كارز بايونكل كولرز، نظارات منظار تعلقون عليه. حلو جدا شكل ما تشوفون، طبعا شوف التفاصيل الدقيقة اللي حطيناها فيها، ثقيل مرة ثقيل وما اعتقد انه ينكسر بسهولة. وطبعا مكتوب تحت اكسودوس، ما ادري وش حط لك سؤال بالروسي، وهذا يقول لك رقم 2715 من 4000 نسخة، يعني في 4000 نسخة فقط منه وهذا 2715. الحين خلينا نتكلم عن اسعار اللعبة. اولا البرميل اللي وريتكم اياه هذا سعره لحاله 150 دولار، يعني ما تجي اللعبه معاه، لكن اذا طلبته مع اللعبه نسخه اورورا راح يكون سعره 234 دولار او 235 دولار بالضبط. واذا بغيت بس نسخه اورورا اللي هي مترو إكسودوس لحالها قيمتها 90 دولار. خلونا الحين نشوف نسخه اورورا ايش يجي معاها. طبعا يجي السليف حقه اللي هو فيه صوره اللعبه واسمها اسم النسخه، وبعدين في علبه حديديه. انا ليش متردد لاني مستغرب، يعني ما مرت علي اي لعبه علبه زي لا، هذه مو العلبه الحديديه، بس هذه ايش هذه، ما ادري معدن، نوع من المعدن ما ادري، بس حلو شكلها جدا صاير زي ما تشوفون، حاط لك شعار اللعبه النجمه، بس ما ادري صراحه ايش المعدن هذا صراحه. هذه العلبه الحديديه اللي نتكلم عنها اللي موجوده طبعا في الالعاب الكوليكتر، حاط لك برضه صوره. اوكي اللعبه حطينا داخلها، عاده يحطونها برا. طيب هذا ايش، خلينا نشوف كلام ضمان ما ادري شو هذا، الكتالوج اللعبه، ولا هذا ارت بوك مو كتالوج، استغربت.
اوكي هذا ارت بوك اللعبه، يجيك ارت بوك مع رسوم اللعبه من داخلها وايضا الشخصيات الاسلحه، ارت بوك يعني زي كل ارت بوك العاديه. اذا تحب الارت بوك بيعجبك. في كود يجي ايضا يعطيك ديناميك ثيم في اللعبه، وكود ثاني بعد يجي معه الاكسبانشن حق اللعبه، يعني يجيك مع الاكسبانشن للعبه وايضا اللعبه نفسها. بعدين عندنا هذه عباره عن بوستر صغير زي ما تشوفون، حاطين لك كله روسي، بس اللي فهمت انه حاط لك ارقام واسامي الوحوش هذولي اللي داخل اللعبه. هيوك بوبو تشيكبوك، ما اعرف اقرا روسي، بس انه اكيد اللي يعرف العاب اللعبه او لما تلعبوا اللعبه بتفيدكم هذه كثير، بحيث انكم تعرفون ايش الانواع هذه. وش ذا الدب؟ والله يخوف الدب. كم رقمه؟ 9. اسمه ميج بيج 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 بيج، والله ما اعرف اقراها، بس انتم هذه الفكره. وهذه نسخة بركم إياها، هذه ما تنباع، هذه نسخة اللي أرسلوها للإعلاميين فقط زي ما تشوفون حق المواقع مترو إكسودس، جت معاها اللعبة اللي وردتكم إياها تو، لأن نسخة البرميل ما جاء مع اللعبة، فاللعبة جت لحالها. وبعدين يجي معاه تيشيرت، خلنا نوريكم التيشيرت. أول شيء خلنا نشوف المقاس، أهم شيء خلنا نشوف ينزرف ولا لا. ميديوم، لا أنسى، أبعد عنه فهد، ما في أمل. طب هذا التيشيرت زي ما تشوفون عليه شعار مترو إكسودس اللعبة، حلو جدا، اسود والشعار شعار جدا حلو صراحة. فميديوم هذا نيال اللي بياخذه. يجي معه ايضا دفتر ملاحظات، والله فخم ذا، جدا فخم، مرة ممتاز، تحط في التاريخ دفتر ملاحظات، يعني ما في اي شيء مميز ثاني غير دفتر ملاحظات، بس حلو فخم، صار زي الجلد صناعي وعلى شعار مترو اكسودس زي ما تشوفون. وعندنا بعد باتش هذه اللي تحطونها هنا حق الملابس، وايضا باتش ثاني، واحد صاير قماش والثاني صاير زي الجلد عليه، تو باتشز. ويجي معاه بوصله تلصق بالشنطه، عندك رحله مثلا وتبي تدور قاعدتك وين الطياره حقتك، شغل حط البوصله كذا ويوريك البوابه وين. لا لا مو صدق، لا تصدقون، لا حد يصدق بكره يروح يتوهق فيني. لا بس يعني بوصله، بوصله تحطها شكلها حلو، ايضا على شعار مترو اكسودس. وهذا ايضا الظاهر اوكي يوفي لايت، هذا لا مو يوفي لايت، نور عادي، فكرته يوفي لايت. برضو على شعار مترو اكسيدس، وشكله كانه رصاصه شوتجن زي ما تشوفون، شوف كيف مره رهيب، حلو جدا. واخر شيء جاء معاه قلم، اوكي فكرت انه في حاجه داخل يعني حركه، باركر شكله بعد ما ادري. المهم قلم، وايضا عليه شعار مترو اكسبرس. وهذه كانت فتح صندوق علبه البرميل، وريتكم اياها نسخه البرميل وايضا نسخه الاورورا اديشن وايضا نسخه الاعلاميين. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، يعطيكم العافيه المتابعه، معكم فهد الشيحه، مع السلامه.